السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الأستاذ المديمي الحقوقي الحر والمناضل المحبوب اللي حبوه جميع المغاربة، وغادي نتكلموا أيضا على الصحفي المزعوم أو الصحفي الهدهد، وغادي نشوفوا اشنا هي آخر الأخبار اللي كتروج عليه. إذا نخليكم أخوتي إلى آخر الفيديو وما تزابيوش. أول شيء نبغي نتكلم على واحد الإشاعة اللي خرجت كتقول على أن الأستاذ المديمي مريض وتزاد عليه الحال، وأنه تم نقله إلى مصحة لتلقي العلاجات الضرورية. غير باش تعرفوا أخوتي أن هذه الإشاعة هي كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وخرجوا الزملاء ديال الأستاذ المديمي وكذبوها تماما. هذه الإشاعة الغرض منها فقط التشويش على الرأي العام. الأستاذ المديمي هو بخير وعلى خير، ولا داعي للقلق ولا داعي لنشر هذه الإشاعات الكاذبة اللي غادي غير تخوف الأهل ديالو والأم ديالو. الله يحسن العوان ديالها، مسكينة منين كتسمع بحال هذا الكلام فهي كتخاف وكتبقى تبكي على ولدها. إذا اتقوا الله في عباد الله، ما تبقاوش تخرجوا إشاعات اللي هي لا أساس لها من الصحة. من جهة ثانية للأسف انضافت شكاية جديدة على الأستاذ المديمي، وصاحب هذه الشكاية هو السيد عبد العزيز العفورة العامل السابق العين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذه الشكاية اللي تقدم بها هذا السيد يتهم فيها المديمي بالتشهير به في كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية سابقا نظمها مع سكان دوار أغرار بإقليم الحوز. وهاد السكان اللي التاجؤوا في الماضي للأستاذ المديمي وشكوا عليه أنهم كيتعرضوا للاستغلال وللظلم من طرف هاد السيد هذا العفورة وزوجته كذلك، وكيتهموهم هاد الناس هادو بأنهم كيستوليو على الأراضي الفلاحية ديالهم بلا موجب شرع. فعلا الأستاذ المديمي قبل يساعد هاد الناس او لا يساعد هاد الساكنه، وعمل معاهم واحد الوقفه احتجاجيه ضد عفوره والزوجه ديالو، وفعلا الضابطه القضائيه فتحات تحقيق في الموضوع. ودابا اليوم هاد السيد هذا قدم شكايه حتى هو بالمديمي ضد التشهير به، الى جانب اشخاص اخرين قدموا حتى هما شكايات، واللي من بينهم وزير الداخليه السيد عبد الوافي الفتيت، وكذلك يونس البطحاوي العامل السابق للحوز، زيادة على عبد اللطيف المراوي الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، والحسن كبدي رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال رئيس مجلس جماعة تمصلحت وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش، ومدير مصحة خاصة وموثقة وشقيقها اللي هو الهدهد. والتهم اللي هي موجهة للأستاذ المديمي اليوم هي جنح محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير. ومن خلال هذه الشكاية الجديدة اللي قدمها السيد عبد العزيز عفورة بالسيد المديمي، من المرتقب أنه غادي تكون جلسة نهار الثلاثاء 8 شتنبر بإذن الله تعالى. أما فيما يخص طلب الصراح المؤقت فترفض أخوتي للمرة الثالثة وللأسف. من جهة ثانية بعض المشتكين تقدموا مؤخرا أمام القضاء بمذكرات انتصابهم أطرافا مدنية ضد الأستاذ المديمي. المقالة هنا أخوتي طويلة جدا، نكتفي بهذا القدر، ولكن اللي بغيت نقول لكم أخوتي أنكم خصكم تعرفوا أن ملف الأستاذ المديمي هو ملف ثقيل وبزاف، وللأسف عليه شكايات كثيرة من طرف ناس لهم كثار،
واللي ناس اللي هم كبار اللي كان كيعمل ضدهم وقفات في الماضي، دابا هم في الحين كاملين وضعوا به الشكايات. فاللي كنتمناو اخوتي الله يدير تاويل الخير للاستاذ المديني وخلاص اخوتي، هذا الشيء اللي كنتمناو، يعني توقع شي معجزه وسيد ربي يفك صراح الاستاذ المديني. ندوزو دابا للجزء الثاني من هذا الفيديو، وغادي نتكلموا على الصحفي الهدهد اللي هو متابع في واحد القضيه ديال تكوين عصابه اجراميه ديال الاجهاض السري وتحكم فيها اخوتي، ولكن ما دوش نهار واحد ديال الحبس. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي في هاد الوثيقه اللي قدامكم اللي هي من المحاكم .ma، اذا التاريخ ديال الجلسه الاولى كما كيبان لكم اخوتي كان نهار 24 في شهر 2 جنحي تلبسي تاديبي صراح، كان متابع في حالتي صراح، وتأجلت الى يوم 27 شهر 8 2020، وتأخرت اخوتي حتى النهار 25 في شهر 9 مع 10 صباحا. اذا اخوتي هاد الهدهد هذا الجلسه الماجيه عنده غادي تكون نهار 25 في هاد شهر 9 هذا الحالي. وهنا كتشوفوا المتهم بالاسم ديالو ها مين اللي هو الصحفي الهدهد، هاد الصحفي هذا اللي هو كما قلت لكم متابع في قضيه الاجهاض السري وما دوش فيها نهار واحد اخوتي ديال الحبس، ولكن الحمد لله اليوم راه هاد القضيه ديالو رجعت تحركات وبانت من جديد، يعني اكيد ان شاء الله غادي ياخذ العقاب ديالو، ما غاديش يفلت من المحاسبه كيف ما هو مشى كيجري كيقدم بالاستاذ المديني شكايات وكيطلب انه يدخل لسجل الودايا، فحتى هو جا اليوم انه يتحاسب حتى هو. شوفوا معايا اخوتي جريده الاخبار على مدار الساعه، وهاد المقاله هذه كانت نهار 12 يونيو 2019، ابتدائيه مراكش تصدر احكامها في حق شبكه الاجهاض. اصدرت المحكمه الابتدائيه بمراكش احكامها فيما اصبح يعرف بشبكه الاجهاض السري، وادانت المحكمه على الشرقاوي بن يونس طبيب داخلي يعتقد انه متزعم الشبكه بسنتين ونصف سجنا نافذه، ومحمد علي برادة قبطان بسنة ونصف نافذة وبسنة واحدة نافذة في حق كل من أنس الشقرماني وزكريا بابوي طبيبان داخليان، فيما حكمت على محمود هرواك مسؤول علاقات عامة بأحد النوادي الليلية بعشرة أشهر نافذة، وعلى فدوى تقي فتاة خضعت للإجهاض بثلاثة أشهر نافذة. الرواية الأمنية تقول أن هؤلاء أدمنوا معاقرة الخمور والتعاطي لمخدر الكوكايين ولحاجتهم الماسة إلى مبالغ المالية لتأمين متطلباتهم الشخصية، فقد ارتأوا تدبر زبونات راغبات في إجراء عمليات إجهاض مقابل اقتسام المبالغ المتحصل عليها فيما بينهم، وأمام ترددهم على النوادي الليلية من أجل السمر والسهر وتعرف كل واحد على مومسات ومتعاطيات للدعارة، أصبح كل واحد يتدبر إحدى الزبونات الحوامل التي تقدم مبلغا يتراوح بين 2500 إلى 3500 درهم مقابل عملية الإجهاض. إذا كنشوف أخوتي أن هاد الناس كاملين تحاسبوا ودخلوا للسجن باش يديو هذاك العقوبة السجنية ديالهم، إلا واحد الشخص بوحدو أخوتي اللي هو هذا الصحفي الهدهد اللي تحكم بعشر شهور نافذة ولكن ما دوش فيها نهار واحد. إذا نداءنا للمسؤولين ونداءنا للقضاء المراكشي أنهم يحاسبوا هذا الشخص كما تحاسبوا الآخرين اللي معاه في نفس العصابة، فحتى هو خصو يتحاسب بدوره. وحنا غادي نشوف اخوتي نهار 25 في شهر 9 في الجلسه ديالو اش اللي غادي يوقع، لان هذه الجريمه اللي كيقوم بها ماشي جريمه اللي هي طبيعيه ولا جريمه عاديه، هذه راه قتل الاجنه، الاجهاض اخوتي الاجهاض واحد الجريمه اللي خطيره جدا، باش تقتل النفس
الروح اللي خلق سيدي ربي تقتلها، فهذه راه جريمه تثير الاشمئزاز. وكنتمنوا لهذا السيد انه يتعاقب بحاله بحال جميع الاعضاء اللي كانوا معاه في هذيك العصابه. اذا ان شاء الله في الجلسه ديالو نهار 25 كما قلت لكم غنشوفوا شنو اللي غيوقع، وغادي نوافيكم بكل جديد باذن الله. اذا اخوتي كان هذا هو فيديو اليوم، تنتمنى انكم تخليوا لي تعليقاتكم وارائكم في الموضوع. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.